مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامجنا بيتنا احلى. كل واحد فينا عايش في الدنيا دي له بصمه بيحطها، مش عايش كده وخلاص، مش عايش حياه من غير هدف ولا طموح ولا حتى تطلعات. كلمه ما انا عايش عادي زي اي حد لازم تبطلها وتستبدلها بانا عايش في الدنيا عشان اعمر الارض زي ما ربنا امرني الاول، وعشان اسيب بصمه فيها، بسطة في الدنيا دي يوم ما أسيب الدنيا كلها على بعضها تفضل ذكرايا محفورة في قلوب وعقول الناس. مش لازم البصمة دي اللي تتساب تبقى بمشاريع وإنجازات مادية، لا، البصمة دي ممكن تكون خلق أو طبع أو حسن معاملة أو قيمة زرعتها ومبدأ حافظت عليه ويقترن اسمك بيه، لأنها تبقى عداد حسناتك اللي شغال وانت مش موجود في الدنيا. ويا عالم، ممكن تكون بصمتك دي من قوتها تتكتب في التاريخ وتتحفر فيه وتبقى من عظماء التاريخ. التاريخ الإسلامي حاول ناس كتير جدا تشوهه وتغيره وتحرفه، وكتير مننا ما يعرفش المعلومات الكافية عنه وبالأدق المعلومات الدقيقة الصحيحة، بس اللي كلنا متأكدين منه إن تاريخنا الإسلامي مليان بشخصيات عظيمة جدا مؤثرة، سابت بصمات عظيمة اتحفرت في التاريخ بسطور من نور. كانت غايبة عننا شخصيات مشرفة سواء كانت سياسية أو علمية أو فكرية أو حتى عسكرية، غيرت التاريخ في عصورهم. هنبدأ معاكم النهاردة ومع الشيخ أيمن خميس سلسلة جديدة من عظماء التاريخ بعنوان رجال صنعوا التاريخ. هنعرف يا ترى عملوا إيه غيروا بيه التاريخ في عصورهم لدرجة إن أسمائهم خلدت لحد النهاردة، وده مش خلدت لأنهم كانوا من الصحابة الكرام أو من التابعين، لا، دي خلدت بتخليد أعمالهم. والبداية النهاردة بأحد الرجال اللي كان له قدر كبير جدا في العهد الأموي، ابن الخليفة عبد الملك ابن مروان، وحاول محاولات مشرفة كتير جدا لفتح القسطنطينية، وكاد فعلا انه يفتحها لولا الظروف الجوية والثلوج والأمطار. مسلمة ابن عبد الملك وبداية سلسلة جديدة ورجال صنعوا التاريخ.